سمعت انك مش جاي الفرح النهارده يا راجل عجوز. وحشتني. قد ايه؟ قد الدنيا كلها. حبيبي يا ابني. انت بجد مش جاي الفرح؟ ما انت عارف، انا عارف البيت ده ما تدخلوش تاني، البيت ده اتحرم عليا طول ما فيه ستره، طول ما انت واخوك ماشيين في السكه اياها يا نصار. ابو شادي، ذنبها ايه تكسر نفسها وتبوظ فرحتها؟ ولا هتبوظ ولا حاجه. انت فكرك حد هيحس اصلا ان ما جيتش؟ يا جدع دي شادي، دي اللي مولوده على ايديك، دي الحته الحلوه اللي فضلك من اخوك. ما تحبش نفسك يا نصار، الباب ده اتقفل خلاص ولا يمكن هفتحه تاني. طب واللي طفي شغلك؟ تعملها يا ابن الصايعة. تلميذك يا ابن اللي مش صايعة. فرحة اختي مش هتكمل غير بيك. بقول لك ايه؟ نعم. هو انت جاي لي النهارده مخصوص عشان فرح اختك؟ بصراحة؟ لا. قول يا غالي. بص يا سيدي. تلبسها مش هرضع منك. يلا يا بنتي عشان تاكلي لقمه، انت من امبارح على لحم بطنك. لا يا ماما والله ماليش نفس. لا ان شاء الله نص بس. ماليش نفس والله. منشيل الهم يا نور عيني، كله من المدعوق اللي اسمه فرج قال يقول لي خليها تيجي وحديها اللي تطلبه، في الاخر يقفل تليفونه ويختفي. أنا بك الله طخ المشوار. ماشي يا فرج الكلب. حقك عليا يا بنتي. لا يا أم حقك إيه، حصل خير؟ ربنا يريح قلبك يا حنة. هو باين كده اللي زي ما نشرح. دي إيه؟ عروسة البحر دي ولا إيه؟ هو أنت بتتريق؟ ما هي دي اللي بتطلع للصيادين فجأة. تناديهم. وتسعد لهم وتخلي حالهم زي حالك كده. عيبها الوحيد بقى ان اللي بتسحره ما بيلاقيهاش تاني. الله يطمنك. بس انت هتلاقيها على السهر، هتلاقيها. اشمعنى بقى؟ اللامعة اللي انا شايفها في عينك دي. يا عم خميس، تحسش انها غريبه عنك؟ اكني كنت اعرفها من زمان قوي. الله الله، شافتك وانت بتسرق. تفتكر انها هترضى تعيش معك؟ مش لما الاقيها الاول. انا قلت لك هتلاقيها، هتلاقيها، بس انت دور عليها بقلبك وانت تلاقيها. هتدور عليها بايه؟ بقلبي. بايه يا بقلبي؟ يا قلبي. فوزي حد يشوفنا؟ انت مالك؟ بقالك كم يوم ليه تقلقان عليا؟ اعمل ايه فوزي؟ مش عارفه ازوغ من البيت. وبعدين بلاش اسوى بقى، وبلاش تخنقني كده، اديني مساحتي احسن اطير منك وما تلاقينيش. فوزي دينا طلعي طعم شربات للناس اللي بره. ايه ده؟ عاطف ازيك يا حبيبي؟ الف 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 مبروك، ربنا يتمم بخير ان شاء الله يا حبيبي. ما احنا بقالنا ساعه وشنا في وش بعض، ما قلتليش السلام عليكم. ايه ده، انت كنت بره؟ والله ما خدتش بالي. طبعا. معلش معلش، حاجات اهم بشوفها. معلش يا عم فوزي، يلا يلا حبيبي انا هسلم لك عليها. يلا حبيبي يلا. معلش معلش يا عم فوزي. يلا. ايه ده يا عم فوزي كده برضه؟ يا بت كده احنا الشفر يا الراجل. وانا مالي يا اخويا؟ انت تمشي في السمك في الميه والبلح على الشجر والجمل في الصحراء. ايه يا اخت قبوط؟ كنت مخبيه ده كله فين يا بت؟ بطلعه للحبايب بس. انا اصلا من حبايب القب. يا راجل اهقل، النهارده فرحك. يا رب كتر افراحنا
وعلى قد نيتنا ادينا ادينا. يا بنت انا عملت كل حاجه عشانك، وانا بتجوز عشان مين؟ انا بتجوز عشان انت تيجي تتعزمي وترقصي في الفرح. مالك يا بنت؟ مالك تعلان عليا بقالك كام يوم؟ اعمل ايه يا عاطف؟ مش عارفه ازوغ من البيت خالص. وبعدين بلاش قساوة بقى، وبلاش تخنقني كده، اديني مساحتي عشان ما اطيرش منك وما تلاقينيش. لا ما اطيريش، ما اقدرش اعيش. اديني بق. الحمد لله كلنا في شهر. انتوا بتعملوا ايه؟ ايه ده يا شافية؟ ازاي تدخلي علينا المطبخ من غير ما تخبطي؟ ليه؟ وانا دخلت عليك الحمام؟ اه صح.